بالفعل كما قلت لسكينة، هو يعني الزواج هو حق مشروع. بطبيعة الحال أن الدستور المغربي ولكل القوانين ديال العالم كلها أنها تعطي الحق للرجل أو للمرأة أن يتزوج وأن يقيم أسرة معينة، لكن الوصول هذا الحق هذا ينبغي أن يكون بطرق شرعية. تكلمنا البارح عن الزوير وقلنا بأنه هو تغيير الحقيقة بسوء نية من أجل الوصول إلى حق مشروع بطرق غير مشروعة، وبالتالي أنه من يرتكب زورا معين وتتوفر في كل هذه الأركان كما قلنا البارح أنه يكون هناك فعل زوير معين ويكون هناك نية أو سوء نية من أجل القيام بفعل معين، وكذلك أنه يحصل ضرر معين، وبعض الاجتهادات القضائية يقول لك ولو ما يكونش ضرر فبالتالي أنه يمكن أن يعاقب هذا الشخص. فبالتالي الحصول على مثلا في اطار هذه الحالات اللي ذكرتي سكينه هي كتقع بزاف في التعدد ديال الزوجات، باعتبار انه الزوج عندما يقدم على 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 الزواج مخافه ان ترفض الزوجه الاولى او من اجل انه لا يخبرها مثلا بزواجه بالثانيه، فيقوم بعض الاشياء او الحصول على بعض الوثائق من اجل انه يتم زواجه على اخرى، والثانيه قد تكون في علمها او لا في علمها، في بعض الاحيان قد تكون في علمها وبالتالي انها توافق على الزواج شريطه انه لم يتم اخبارها ولا اخبار الاخرى الزوجه الاولى، وكاين لا تعلم الحاله اللي قلت لها سكينه ان يعني سيد مزوج بثلاثه وتوحده ما كتعرف الاخرى، وجات عندنا الحاله جات عندنا المره الثالثه نعم اللي ما عرفاش راه كاينه الاولى والثانيه حتى الرابعه. فهذه الحالات هي كثيره جدا، فالحصول على هذه الوثيقه هذه بطبيعه الحال انه كتبقى للزوجه هي اللي عندها الصفه باعتبار انها هي من يعني تم متضرره وبالتالي لها الصفه انها تقدم دعوه، اما انه تكون في اطار الدعوه مثلا اطار وضع الطلب، وبالتالي انه قد تقوم بوضع دعوه ديال الزور الفرعي اذا علمت بانه راه فعلا انه كاين وثائق مزوره، وبالتالي يتم احاله كل الوثائق على النيابه العامه من اجل تحقيق في هذه الوثائق هذه واش انها مزوره او غير مزوره، بطبيعه الحال بعد انتداب الخبراء من اجل تثبت فعلا واش هذه الوثائق واش مزوره او مزيفه، لان بعض الحين كيجيو بوثائق ما كايناش كاع، وهي هذه الفرق ما بين التزييف والتزوير، لانه التزييف تقدر تجيب وثيقه ما كايناش يتم صنعوها وهي غير موجوده اصلا، ولكن قد يكون زوير يكون مثلا عقد ديال الزواج مثلا اللي صحيح، ولكن يتم تغيير الاسم مثلا عوضه تكون الزوجه ديال الاولى يدير الزوجه الثانيه، وبالتالي يبقى سافر معها كان الزوجه ديالو مثلا، يدخل لوطيل يمشي لديزوبرج فين ما كان يسافر معها لبرا، وداك الشيء ما كاينش مشكل باعتبار انه عقد زواج عنده عقد زواج اللي صحيح بين قوسين ولكنه مزور. فمجموعه من الوثائق كذلك الحصول على شهاده العزوبه كما قلت وقد يدلي ببيانات اللي غير حقيقيه، يمشي مثلا عند من يعطي رخصة معينة عن طريق القيد مثلا ويتم سؤاله، والآن أصبح نوع من الاحتياط باعتبار أنه كتبغي تأخذ شهادة ديال عن الزواج مثلا، كيقول لك ودير الالتزام بأنك غير متزوج، لأنه للأسف أن الإعلاميات لم يتم بعد أنها يتم توظيفها في هذا الإطار من أجل توثيق كل المعلومات خاصة في إطار الزواج مثلا إذا كان شخص متزوج، وبالتالي أنه ينبغي بسهولة أنه يمكن البحث عليه في مثلا في الإنترنت او مثلا في المعطيات التي يتم تخزينها بطبيعه الحال لدى يعني المحاكم او مثلا اجهزه معينه او غير ذلك، فيكون بسهوله تعرف واش هذا الشخص الحاله المدنيه ديالو الحقيقيه واش انه متزوج او غير متزوج. قد يحصل بطبيعه الحال انه كاين بعض الاحيان انه يحصل على بعض الوثائق معينه، وبالتالي انه قد يتم معرفه هذا الشخص راه متزوج او غير متزوج، ولكن في غالب الاحيان انه لا يتم البحث عنه بهذه الطريقه هذه الا في حالات يعني نادره جدا. ففي حاله انه القيام طبيعه الحال كاين الفصل اللي تعاقب وان كان انها يعني المدونه تشير الى الفصل 361، ولكن 361 كذلك يشير الى 360 باعتبار انه يتحدث عن كل الوثائق التي تصدرها الاداره، واعطاها كمثال ديال جواز السفر او الجوازات ديال المرور او البيرمي او وثائق معينه ديال الصيد مثلا او غير ذلك، فقد هذه الوثيقه هذه قد انها يتم تزويرها، وكذلك ان اي وثيقه اخرى تصدرها الاداره باعتبار ان 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 يعني هذه الوثيقه هذه لا تصدر الا الاداره، والتزوير فيها باضافه اسم او يعني في حد في اسم او اضافه معلومه معينه او تصريح ببيانات خاطئه او الحصول على هذه الرخصه وليس له الحق فيها، بطبيعه الحال انه يعاقب مده تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، والموظف الذي كذلك اعطى عن حسن نيه وان كان بين قوسين خصو يثبتها لا يعاقب بطبيعه الحال، ولكن اذا اعطاه عن سوء نيه ويعلم بان الشخص راه متزوج واعطاه شهاده بطبيعه الحال كذلك يعاقب، والعقوبه ديالو اشد باعتبار ان اقل مده هي سنه او اقصى عقوبه هي هي 4 سنوات، ولا يعفي كذلك من الغرامه وكذلك الحرمان من بعض الحقوق الوطنيه اللي كنص عليها الفصل 40 من القانون الجنائي. فبالتالي انه الشخص اذا اراد ان يحصل على هذا الحق
فيراعي انه قد يعني انه تكون مثلا الزوجه الثانيه انها مسالمه بين قوسين قد تقبل بهذا الوضع، ولكن في بعض الاحيان انه يصبح مهدد، وبالتالي ان قد تقدم شكايه مباشره للرئيس المحكمه او تقدم بشكايه غير مباشره مثلا عن طريق النيابه العامه، ويتم البحث معه ويتم فعلا اثبات هذا الفعل هذا، ويتم بطبيعه الحال عقابه والاحاله للمحكمه وصدور حكم معين، وقد يتم ادانته وادخاله السجن، فبالتالي او الحبس، ماشي السجن لانه العقوبه حبسيه وليس سجنيه باعتبار انه تقل على 5 سنوات، فبالتالي انه يعني من اجل حصول على شيء بسيط جدا، هذا على غرار مجموعه من الاشياء التي قد يقوم بها الشخص بدون ان يعي داخليا في نفسه وفي قرار نفسه بانه سيقع شيء ما مستقبلا، فبالتالي انه يغامر ولكن لا يتوقع كل العواقب السيئه التي قد تقع من حق لك حق، اذا كان لك الحق طبيعي الحال تقدم بطلب الى القاضي المكلف بالزواج، واذا كانت لك الصفه ولك الامكانيات من اجل الحصول على زوجه ثانيه طبيعي الحال انه سيعطيك الحق، ولكن اذا لم يكن لك هذا الحق فبالتالي السلوك غير القانوني او غير الشرعي للحصول على الحق طبيعي الحال ان الزواج لن يبطل طبيعي الحال، ولكن يعني كل الاجراءات التي تمت طبيعي الحال انه سيعاقب اذا كان تم ادلاء بوثيقه معينه غير مسموح له الحصول عليها قانونا. اذا هنا التبعيات القانونيه كتكون طبيعه الحال عند وقع ديالها، والعقوبه راه كترتب ما بين سنه وصولا الى 4 سنوات وغرامه ماليه. وبالنسبه يعني للشخص الذي حصل عليه من شهر الى العمليه فيها جوج 3 اشهر الى 3 سنوات. نعم.